إلينا من القاهرة السيد صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك معنا سيد خليل. دعنا نبدأ هذا النقاش من المدخل الإنساني، لعلها يعني العبء الأكبر الذي يرزح تحته معظم السودانيين الآن، وفي تقديرات أممية أنه أكبر أزمة إنسانية الآن هي الأزمة التي يشهدها السودان، أكبر عدد من النازحين، أكبر عدد من يتهددهم خطر الجوع الشديد هم أيضا في السودان. رؤيتك للمأساة الإنسانية التي يعانيها السودانيون الآن؟ في الواقع طبعا الأمم المتحدة لم تقدم سوى 5% لإجمالي المساعدات التي دخلت السودان، 5% ساهمت فيها مصر ودولة قطر ودولة الإمارات بدرجة كبيرة جدا. فبالتالي عندما تتحدث الأمم المتحدة عن مساعدات إنسانية أو عدم وصولها للمتضررين، لقد كشف الجيش السوداني مؤخرا بأن الأمم المتحدة عندما تحدثت عن عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها أو المتضررين، كشف بيان للجيش السوداني بأن ميليشيات الدعم السري كانت تستخدم الزي الرسمي للأمم المتحدة وهو خاص بالموظفين الذين يعملون في الإقاسات باستخدامه من أجل التمركز أو العمل الميداني لجمع المعلومات داخل أو بعض المدن التي تشهد توترات. جانب آخر أيضا يتعلق، نعم هناك أزمة إنسانية، ولكن من الذي، السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي يأمل على تفاقم الأزمة الإنسانية؟ نجد الجواب بأن ميليشيات الدعم السري هي التي تأمل على تفاقم الأزمة الإنسانية من أجل ممارسة الضغط على الجيش السوداني للأودة للمفاوضات لمنبر جدة. والكل يعلم جيدا بأنما كانت المعارك تدور على مستوى الخرطوم، لماذا لجأت ميليشيات الدعم السري إلى مهاجمة المدن الأخرى مثل ولاية الجزيرة أو حتى سنار وسنجة والدمازين وإلى الفاشر؟ لأنها تعلم بأن هنالك هذه المدن ظلت مستقرة إلى حد كبير، ولكن تريد أن تفاقم من الأزمة الإنسانية. جانب آخر أيضا يتعلق بأن تفاقم الأزمة الإنسانية تسببت فيه أيضا منبر جدة إلى حد ما بدرجة كبيرة، عندما لم يلزم ميليشيات الدعم السري بالالتزام بمخرجات اتفاق جدة، خاصة فيما يتعلق بالخروج من الأحياء السكنية والمرافق العامة. فبالتالي هذه النقطة ربما إن لعبت فيها الوساطة دورا كبيرا، حيث انها كانت شاهدا على ذلك، يجب عليها كانت ممارسة الضغوطات على ميليشيات الدعم السري للخروج من الاحياء السكنية. نعم. جانب اخر ايضا يتعلق بان المساعدات الانسانية الجيش ربطها ربطا بكامل، يجب ان تدخل بالطرق القانونية التي حددتها المؤسسة العسكرية في السودان باعتبارها السلطة التنفيذية، عن طريق ميناء بورسودان او حتى عن طريق مطار بورسودان، لأن الجيش السوداني اكتشف أن المساعدات التي تدخل عن طريق ليبيا، عن طريق أفريقيا الوسطى، عن طريق أفريقيا الوسطى، أثيوبيا، أجاد، كانت تنقل دعما عسكريا ولوجستيا لميليشيات الدعم السري. طيب، لكن يعني تقرير أوتشا يتحدث عن أو يدعو إلى موافقة أكبر على تأشيرات الدخول سهولة وتيسير الإجراءات الإدارية لمنح تصريح السفر للشاحنات. هل تعتقد أنه يعني نستطيع أن يكون هناك توازن بين أن تكون دخول المساعدات بالطرق المشروعة وضمان أن تكون مساعدات إنسانية بحتة، وأيضا أن يتم تسريع وتسير دخول هذه المساعدات لمن يستحقونه؟ نعم، السلطة التنفيذية في الدولة السودانية طلبت ذلك، أن جميع الإقاسات يجب أن تدخل عن طريق الدولة السودانية أو بمساعدة منظمات المجتمع السودانية التي عملت في عملية الإقاسة ولديها خبرة كبيرة. نعم. مؤسسات داخل الدولة تملك خبرة كبيرة، كان يمكنها أن تلعب دورا كبيرا، ولكن يبدو أنه المانحين أو الجهات المساعدة لديها أجندات مختلفة من الأجندات التي تتكلم عن أزمة إنسانية، فبالتالي هي تريد أن توصل عتادا عسكريا أو دعما لوجستيا لميليشيات الدعم السري في المناطق التي يتواجد فيه. تتحدث عن من سيد صلاح؟ عن الأمم المتحدة، الوكالات الأممية؟ الوكالات الأممية كلها، هنالك دور كبير سلبي جدا للاتحاد الأوروبي، إلى الأمم المتحدة، إلى بعض المنظمات الإقليمية والدولية
الناشطة في الأزمة السودانية، فبالتالي تلعب دورا سلبيا في الأزمة من خلال عدم رضوخها أو عدم الإصنات إلى قرارات الدولة السودانية. جانب آخر أيضا مهم جدا يجب النظر عليه من هذه الزاوية، عندما قرأ في السوشيال ميديا من قيادات ميليشيات الدعم السريع تتحدث عن أن لدينا مرتزقة من أثيوبيا ومن تشاد ومن إفريقيا الوسطى ومن ليبيا ومن نيجر، وهذا هو ليس فيديو واحد أو اثنين أو ثلاثة، من مئات الفيديوهات المنتشرة في السوشيال ميديا من قيادات عسكرية لميليشيات الدعم السريع تتحدث عن ميليشيات تقاتل في صف ميليشيات الدعم السريع من أجل إذلال الشعب السوداني. فبالتالي هنالك على مستوى العلاقات الدولية هنالك الصمت، يعني العلاقات الدولية في الأزمة السودانية امتازت بالصمت حيال الصراعات الداخلية في العديد من الملفات داخل الأزمة السودانية. لماذا غابت بصفة عامة الحرب في السودان، الأزمة السودانية، عن أعين وعن إعلام المجتمع الدولي لفترة طويلة برأيك؟ هو سؤال جيد جدا، هذا يتعلق يعني بسؤال آخر من زاوية أخرى، لماذا تراجعت الجماعات الإسلامية الراديكالية زي القاعدة وداعش وتنظيم الدولة ونصرة الإسلام والمسلمين على مستوى العالم من تنفيذ هجمات إرهابية؟ هذا هو السؤال الذي يجاوب على لماذا خفض النظر المجتمع الدولي في الأزمة السودانية. فبالتالي هو يرى عملية وجود أزمة في داخل السودان يريد من خلالها المجتمع الدولي من إضافة الدولة السودانية، وأيضا الأمل على 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 قيام حكومة ضعيفة يقدر يتحكم فيها، وهو سؤال يفرض نفسه أيضا بما يدور في الشارع السياسي السوداني أو الشعب السوداني، من الذي يدفع التكاليف الباهظة للقوى السياسية التي تقيم بشكل دائما ما بين أثيوبيا ويوغندا وكينيا؟ هذا سؤال. هذه القوى هي مجرد مشرقة لا تمتلك يعني ثروة ضخمة كالأحزاب التقليدية اللي كانت موجودة في السودان. حتى هذه الأحزاب التقليدية على مدى 30 عاما من حكم تيار الإسلام السياسي فقدت العديد من مصادر دخلها وكانت تأكل من بقايا تيار الإسلام السياسي. إذن نحن نتكلم عن المعضلة الحقيقية، من الذي ينفق على هذه القوى السياسية؟